السلام عليكم، انا عمار محمد. في الفيديو ده هنتكلم على الاي بي اي بمفهوم اكبر شويه عن المره اللي فاتت، وهنوضح الكونسبت بتاع اللينكج واستاتيك كي وورد او كلمه استاتيك في السي، بنقدر بيها ازاي نعدل اللينكج بتاعه الاوبجكت ده. تمام، انا دلوقتي فاتح بروجكت فولدر او دايركتوري اسمه استاتيك كي وورد، جواه انا عامل موديول او سب فولدر اسمه تول. جوه التول انا عندي 4 فايلز، عندي 2 هيدر فايلز اللي هو تول كونفيج دوت اتش تول انترفيس دوت اتش، وعندي 2 سورس فايلز التول دوت سي والتول كونفيج دوت سي. هنعرف دلوقتي كل واحد فيهم هنستخدمه في ايه بالظبط. بره هنا في البروجكت دايركتوري انا هعمل نيو سورس فايل اللي هو المين دوت سي، ده المين سورس فايل بتاعي. اوكي، في التول دوت سي او في التول سب دايركتوري انا هفتح الفور فايلز على في اس كود، وهنبدا ان احنا نعمل اديتنج او نكتب الكود بتاعنا. هبدا اول حاجه بالهيدر فايل اللي هو تول كونفيج دوت اتش. قلنا اول حاجه في اي هيدر فايل ان انا اعمل انكلوجن جارد، فاقول له هنا كده if not defined tool config underscore h، اقول له هنا hash define، وبعد كده بنقفل الجارد بتاعنا بالend f statement. وطبعا هي ما بتاخدش symbolic constant، فاحنا بنحطه ككومنت بس عشان نوضح هي بتعمل closing لانهي f بالظبط. ونكتب هنا tool config underscore h. ما بينهم بقى بنبدأ نكتب الكونتنت بتاع الهيدر فايل دوت. اوكي، في التول دوت اتش انا هعرف ستراكشر. هو مبدئيا كده الكونفيج دوت اتش ده انا كأني بعمل كونفيجريشن لبريفرالز او بعمل كونفيجريشن لأي حاجة. اوكي، فانا هعمل ستراكشر. الستراكشر دي بتعبر عن اليونت اللي انا هعمل لها كونفيجريشن. الستراكشر اسمها نود. انا هختار يعني اسماء جنريك كده بحيث ما يبقاش الموضوع ايه ريليتد بحاجه. انا بشرح الكونسبت بتاع الاي بي اي او كونسبت ان انا اعمل انترفيس بتوين تو لايرز. مش مهم بقى بعملها لايه بالظبط، بعملها لدرايفر في مايكرو كنترولر، او بعملها البورد سبورت درايفر، او بعملها حتى للديسكتوب ابلكيشن، مش هتفرق خالص. اوكي، فانا هعمل هنا كده تايب اف، هعمل ستراكشر. الستراكشر دي اسمها نود وهيكون جواها سنجل اليمنت، هنخليه انتجر اسمه اي دي، ده الاي دي بتاع النود، اسمها طبعا هيكون نود. يبقى دي كده الاستراكت بتاعتي. تاني حاجه هديفاين فانكشن اسمها هيلبر فانكشن، كل اللي بتعمله انها بتريترن بوينتر لاستراكت نود. اوكي، فاقول له هنا كده نود بوينتر تو نود، دي هنسميها get node، هنسميها get node btr، يبقى هي بتجيت بوينتر لنود طبعا void. اوكي، ده اللي هنعمله في الconfig dot h. هنروح في السورس اللي هو tool config dot c. اول حاجه هنعمل inclusion للheader اللي هو tool config dot h، عشان احنا هنحتاج ال structure definition اللي فيه، وهنحتاج البروتوتايب بتاع الفانكشن اللي فيه. فاعمل كده هاش انكلود. انا بعمل انكلوجن ليوزر ديفايند هيدر، استخدم دبل كوتس مش بوينت براكتس، واقول له هنا كده تول كونفيج دوت اتش. انا كده عملت له انكلوجن. هاجي بقى اعمل ايه؟ استخدم بقى الكيورد اللي هي ستاتيك. انا عايز اعمل تيبل، تيبل اوف نودز، اللي هو في السي بقى هيبقى عباره عن array of nodes. فانا هعمل array of nodes بس انا عايزها static، وهنعرف يعني ايه static دلوقتي. فهبدا ان انا اعمل static. static دي الكيورد اللي بتقول له ايه؟ بتقول له ان الاراي ديت static. static معناها لسه ما قلناهوش حتى الان. فقول انا كده static node هسميها nodes table، وهسيب السايز بتاعه يتعرف حسب ال initialization اللي انا هعملها دلوقتي، وهبتدي ان انا اعمل initialization. هو طبعا احنا بن initialize structure، فكل واحده فيهم هنعمل لها كورلي براكتس نحط جوا الاليمنتس بتاعتها. هو سنجل element الاي دي، فاول واحده 100، و خلينا نقول تاني نود هتبقى 120 مثلا.
طيب static معناها ايه؟ static معناها ان linkage بتاعت الاري ديت static، يعني السكوب بتاعها جوه السورس فايل ده بس، فهي هتكون متشافة جوه التول config.c. حتى لو انا عملت linking ما بين التول config.c وما بين اي سورس فايل تاني هتفضل محجوبة، السكوب بتاعها مش هيظهر هناك، او هيفضل السكوب بتاعها محصور او limited على التول config.c. يبقى static keyword هي بتحد linkage وبتخلي الاوبجكت ده ليه فايل سكوب جوه الفايل بتاعه، بره الفايل بتاعه هو مش متشاف كانه مش موجود. اوكي ده ببساطه معنى الاستاتيك. طب ليه بنعمل الاستاتيك؟ احنا بنبقى عايزين نعمل هايدنج للداتا، يعني دي اصلا من اساليب السوفت وير ان انا اعمل هايدنج للداتا طالما انا مش محتاج اشوفها، طالما السورس فايل التاني مش محتاج يشوف التيبل ده او مش محتاج يشوف الاري ديت، يبقى نطبق مبدا اللي هو ايه بيسموه الليست بريفليج، اديله على قدر ما هو محتاج يشوف بس، بقيه الداتا الثانيه انا اعمل لها هايدنج. اعمل لها هايدنج ازاي؟ ان انا ممكن العب في مساله اللينكج ديت اخليها ستاتيك. طبعا انا لو شلت كلمه ستاتيك ده كده هيبقى اسمه جلوبال، يعني كده هيبقى جلوبال اوبجكت، فاللينكج بتاعته ممتده لبقيه الفايلز، هيبقى متشاف في السورس فايل ده ومتشاف في اي سورس فايل ثاني يحصل له لينكج معاه او لينكينج معاه. اوكي هنعمل هنا static. تاني حاجة هنعمل الديفينيشن بتاع الهيلبر فانكشن. يقول لي طب انا دلوقتي لما عملته static طب انا عايز بقى اوصل له، لو انا عايز اعمل له accessing من source file تاني هعملها ازاي؟ هنستخدم بقى الهيلبر فانكشن دي. احنا اعتبر كده بنضحك على الكمبايلر، انا قلت له static فملكش accessibility، انما اقدر اجيب الادرس بتاعه واعمل له passing في source file التاني. مين اللي هيعمل العمليه دي؟ هي الهيلبر فانكشن اللي اسمها جيت نوب بي تي ار. فهتلاقي ان جيت نوب بي تي ار هي بتريتيرن حاجه واحده بس او سنجل ستيتمنت ريتيرن نودز تيبل، يبقى هي بتريتيرن الادرس بتاع النودز تيبل، اخد انا بقى الادرس هناك اعمل له دي ريفرنسنج اوصل للتيبل دوت. اوكي بس في فرق بين ان انا اسيبه جلوبال او ان انا اعمل اللي انا عملته ده. بالطريقه اللي انا عملتها ديت انا ما اقدرش اكسس التيبل دوت غير باستخدام الهيلبر. اوكي فالموضوع تقدر تقول كده ان هو اورجنايزد، الفانكشنز بس اللي بتكول جيت نو بي تي ار هي الفانكشنز الوحيده اللي ليها اكسس على التيبل بتاعي. طب بقيه الفانكشنز مش شايفينه ولا ليهم اكسسبيليتي عليه. اوكي احنا كده خلصنا اللي عايزينه في السورس فايل ده. هنروح بقى في التول انترفيس دوت اتش. في التول انترفيس دوت اتش احنا هنعمل فانكشن بسيطه بتعمل برينتنج اوت لنود. اول حاجه هعمل انكلوجن جارد واقول له هنا كده اف نوت ديفايند تول انترفيس اندرسكور اتش، واقول له هنا كده هاش ديفاين و اند اف عشان نعمل كلوزنج، فاقول له هنا كده تول interface underscore h هديفاين function واحدة هي طبعا void اسمها print node بتاخد integer وهو الindex بتاع النود اللي هتطبعها، يبقى بديها الindex بتاع النود في التيبل اللي هي بتروح تعمل لها printing out. بتعمل لها printing out ازاي؟ انها بتاكسس التيبل، هتاكسسه بمين؟ باستخدام الهيلبر function اللي هي getNodeBTR. فدي كده مجرد البروتوتايب بتاعها. هنروح بقى في التول دوت سي. في التول دوت سي احنا هنحتاج البروتوتايبس اللي موجوده في اللهم صل على محمد، اللي موجوده في التول كونفيج دوت اتش واللي موجوده في التول انترفيس دوت اتش. فاعمل هنا كده انكلود تول انترفيس دوت اتش واعمل انكلوجن برضو للتول config.h، وبما ان انا هعمل برينتنج اوت فهستخدم اللايبراري فانكشنز اللي هي بتاعت الاي او زي البرنت اف مثلا، فلازم اعمل انكلوجن للستدي.h. فهعمل هنا كده انكلوجن، بس طبعا عشان هو لايبراري هيدر فايل فانا بستخدم بوينت براكتس في الانكلوجن بتاعه، واقول له هنا كده studio.h. فابدا ان انا البرنت نود اعمل ديفينيشن ليه او الامبلمنتيشن بتاع الفانكشن.
طيب يا اول حاجه هتعمل برينتنج اوت لنود من النودز تيبل، فمحتاجين الادرس بتاعه او محتاجين اكسسبيليتي عليه، لكن احنا هنا في التول دوت سي هو اوت في سكوب بالنسبه لنا. فانا لو كتبت نودز تيبل اكشلي مفيش حاجه اسمها نودز تيبل، هستخدم بقى اللي هي الجيت نود بي تي ار اللي هي الهيلبر فانكشن بتاعتي عشان اجيب الادرس بتاعه. فاقول هنا كده نود هديفاين بوينتر هسميه نودز تيبل BTR، BTR short for pointer. هعمل له assign بمين بقى؟ بالget node BTR. طبعا هي مش بتاخد arguments، هي automatically بتreturn ال address بتاع النودز table. طيب بعد كده بقى انا عايز access النود اللي موجودة فيه ال index اللي هو ايه؟ اللي هو passed هنا في ال argument بتاع ال function. فابتدي ان انا call ال printf function، فاقول له هنا كده printf. انا عايز اعمل printing out لي نود برسنتج دي، اول conversion specifier للindex بتاعها، تاني conversion specifier للid. فالid بتاعها فاعمل هنا ممكن اعمل مثلا ايه، يعني الافضل ان انا اعمل نود id بعد كده الindex بتاعها كولون والid ذات نفسه backslash n new line character مكان اول conversion specifier انا عايز ان انا بس الindex او اعمل printing out للindex. مكان تاني واحد عايز اعمل printing للid بتاع النود اللي في الindex ده. هعمل الكلام ده ازاي؟ احنا عارفين ان الاري نيم اصلا هو pointer، يعني هو pointer للfirst node، وعارفين ان اي pointer لاري node اقدر ان انا باستخدام السكوير براكتس actually استخدمه كاري نيم واعمل accessing على الـ elements بتاعت الـ array ديت. فانا هستخدم الـ nodes table btr هتعامل معاه كأنه array. اوكي actually مفيش فرق ما بينهم، يعني مفيش فرق بين الـ pointer to node و array of nodes. فاعمل هنا كده nodes table btr بالـ square brackets هعمل accessing على الـ node اللي موجودة في index. طيب هل انا عايز الـ node كلها؟ لا، انا عايز الـ node دي اصلا بتعبر عن structure، فانا عايز انهي member في الـ structure دي؟ عايز الممبر اي دي، فاعمل هنا كده الدوت اوبريتور اي دي هسيف. اروح بقى هنا في المين دوت سي، المين دوت سي ده المين سورس فايل بتاعي اللي هكتب فيه الكود الاساسي الابلكيشن كود، وهو بيستخدم الكومبوننتس الموجوده جوه السب دايركتوري اللي اسمه تول. يعني هو بيستخدم كل اللي انا كتبته في الكونفج وفي التول دوت سي في تول انترفيس دوت اتش. طيب هيوصل ازاي للفانكشناليتي اللي موجوده هنا؟ عن طريق الانترفيس او الاي بي اي اللي هي الهيدر فايل اللي هو التول انترفيس دوت اتش. فهنجينا في المين دوت سي، اول حاجه هعمل انكلوجن للانترفيس بتاعتي، فاعمل هنا كده انكلود. هو طبعا موجود في سب دايركتري تول، فهكتب اسم السب دايركتري تول باك سلاش اسم الهيدر اللي انا عايزه تول interface.h. هبدأ ان انا define ال main function، فاقول له هنا بتreturn integer اسم ال function main، ال parameter list بتاعتها void، هقول ال function اللي هي print node، عايز اعمل printing out لل node اللي هي في index 0. ما اعمل print node هي هتعمل printing out لل id بتاعها. اوكي طيب خلينا نقول بقى الجي سي سي كومبايلر، وطبعا انا رحت بالدايركتري لحد المكان اللي فيه المين دوت سي. هقول الجي سي سي كومبايلر، واكشلي انا قلت النود قبل كده هو الجي سي سي مش هو الكومبايلر في حد ذاته، ده يعتبر درايفر، يعني ده يعتبر درايفر بروجرام. الدرايفر ده بيبتدي ان هو يكول التول تشين كومبوننتس بقى كومبايلر بريبروسيسور لينكر اوكي الاسمبلر، فهو بيكول الناس دي كلها، لكن هو يعتبر درايفر او اكسكيوتبل. تقدر تقول انه ويزرد، بيلدينج ويزرد، انا بعمل له ران هو يكول الكومبوننتس كلها مع نفسه. طيب هبعث الانبوت فايلز نيم، اول حاجه المين دوت سي ده اول سورس. السورس اللي بعد كده اللي هو التول كونفيج دوت سي. اوكي ده فيه الديفينيشن بتاع الفانكشن اللي هي ايه؟ اللي هي جيت نود بي تي ار. طيب هو موجود جوه سب دايركتري اسمه تول، فاكتب تول باك سلاش تول كونفيج دوت سي،
السورس التاني اللي عايزينه اللي هو tool.c، هو موجود برضو في التول سب دايركتري، فاعمل هنا tool backslash tool.c dash o، قلنا ده overall option بيحدد اسم الاوتبوت، هيكون executable اسمه main.exe، and clear، نعمل run main.exe، هلاقيه طلع لي node of 0 100. طيب خلينا نتشيك برضو حاجة، نطبع النود اللي بعدها، هنعمل build كمان مرة execution، هلاقيه طلع لي النود اي دي بتاع النود 0 100 والاي دي بتاع النود 1 120. اوكي احنا كده في الفيديو بس شرحنا فكرة للاي بي اي، وشرحنا ازاي نعمل داتا هايدنج باستخدام الستاتيك كيورد، بنعدل بيها طبعا اللينكج بتاعت اي اوبجكت بحيث ان هو ما يبقاش متشاف في السورس فايلز التانية اللي بيحصل لها لينكينج معاه. اوكي بكده خلصنا الفيديو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.